موسم كامل. معلش يا كابتن عشان بس فضل. نروح فضل. لكابتن محمد عادل المدير الفني لسيدات الفريق لسه هتكلم دوري وكاس لفريق السيدات برضو. كابتن محمد زي حضرتك يا فندم، والف الف مبروك طبعا الفوز يعني بالدوري وبالكاس وايضا ثالث افريقيا، اعتقد انجاز كبير جدا جدا لسيدات الاهلي في الكره كره اليد. ازيك يا كابتن اسلام، ازي حضرتك، ازيك يا كابتن خالد. طبعا الله يبارك فيك ومبروك للنادي الاهلي، مجلس اداره واداره نشاط رياضي وجماهير، ومبروك للجهاز بتاعي، مبروك للعيبه بتاعتي، الناس كلها بذلت مجهود كبير، كل الناس قامت بالدور بتاعها مظبوط من اول السيزون. كان في دعم كبير جدا من مجلس اداره ومن كابتن خالد اللي هو الحقيقه انا بكلمه 24 ساعه متواصل معايا باستمرار، اخ وصديق قبل ما يكون. انت عارف الميزه في الكابتن خالد ايه يا كابتن محمد؟ ان هو حتى لو ما بيردش عليك بيرجع يكلمك. دي على طول والله بجد على طول. حقيقه يعني فعلا هو طبعا بيبقى مشغول كتير جدا فعلا، في اوقات كتير ما بيردش، بس اول ما بيوصل فرصه على طول بيتواصل معايا علشان يعرف هو ايه المطلوب. ايوه ما كانش في اي تاخير خالص في اي حاجه، كان في دعم كتير جدا جدا طول. طيب كابتن محمد، الانجازات اللي حصلت السنه دي، اعتقد ان الطفره اللي حصلت في النشاط الرياضي بشكل عام وسيدات كره اليد، الطفره دي حضراتكم ليكم جزء كبير جدا جدا كمدير فني وكجهاز فني. خلينا نتكلم دايما النادي الاهلي بنتكلم كمجموعه، يعني الجهاز الفني ودوره الحقيقه في تخطي كل الصعوبات والوصول دائما الى منصات التتويج. والله يا كابتن اسلام احنا يعني احنا استلمنا الفريق في بدايه الموسم، كان الحقيقه النتائج الموسم اللي فات ما كانتش افضل حاجه، كان خاطرين الدوري والكاس، وكانت دي حاجه كانت غريبه شويه عن سيدات النادي الاهلي. قعدنا مع بعض وكان في تدعيم كبير جدا للفريق من مجلس الاداره ومن اداره النشاط الرياضي، ودعمنا باكثر من عنصر، واستقرينا برضو ان احنا ننزل شويه بالاعمار السنيه. اوكي. كل اللي دعمناه عناصر سنيه من مواليد 2004 و2002. البدايه بتاعتنا في بدايه الموسم ما كانتش افضل حاجه، لكن كان احنا محددين اللي احنا عايزينه ان شاء الله الفوز في البطولات المحليه، وان احنا نقدر ننافس على بطوله افريقيا او نقدر لما يخلص البطوله جوه ملعبنا يعني. الحقيقه البنات بذلوا معايا مجهود كبير وما فيش الثقه بتاعتها ما راحتش طول الموسم، مع ان البدايه ما كانتش كويسه، خسرنا مباراتين في بدايه الموسم، لكن بفضل ربنا وبتعب الناس كلها، الجهاز كله وكابتن خالد معانا واداره النشاط الرياضي كلها، وطبعا دعم مجلس الاداره، قدرنا الحمد لله رب العالمين ان احنا نكسب الدوري والكاس، ظهرنا مظهر كويس جدا في بطوله افريقيا. حاجه كابتن اسلام لو تعرف فرقتين انجولا دول من 15 سنه تقريبا هم اللي بيلعبوا، هم اللي بيلعبوا. ما انا عارف. يعني فالثالث ده كانت حاجه كويسه جدا، كنا قريبين جدا في السيمي فاينل، بس كان في عدم توفيق شويه لينا، بس الحمد لله انا راضي جدا 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 عن النتائج والاداء، وان أيوة. شاء الله رب العالمين يبقى في استمراريه في النتائج بامر الله الفتره اللي جايه، وان شاء الله نحاول الفتره الجايه برضو يبقى لينا دور في بطولات افريقيا باذن الله. ان شاء الله يا كابتن محمد. عايز اقول حاجه. طبعا عايز اقول ده طبعا كابتن محمد، عايز اقول حاجه على حاجه كابتن اسلام. اتفضل يا كابتن. انا الماتش الفاينل بتاع بطوله الكاس كان اخر يوم رمضان، جيت اجازه اول يوم العيد، ثاني يوم العيد كنت في التمرين معايا كابتن خالد العوضي وكابتن خطيب. ثاني يوم العيد يعني كنا جوه الملعب. ما هو قال لك كابتن خطيب. وقال لهم اقفلوا الصفحه، عندنا نهايات الدوري كمان خمس ايام. دي كانت حاجه مهمه جدا، اللعيبه بتاعتي اصلا ما كانوش متقبلين ان هم يتمرنوا ثاني يوم العيد. وجود كابتن الخطيب وكابتن خالد معاهم في الملعب بصراحه كانت عامله لنا نقله ثانيه خالص. والحمد لله ربنا كرمنا بعديها بخمس ايام بطوله الدوري. الحمد لله. الحمد لله. عايز اقول حاجه مهمه طبعا للناس، بقول له مبروك لكابتن عادل، لكن هو في اول السيزون الحمد لله وقع مني بدري، دخل عمل دعامتين. لا 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 ماتش. والله ماتش اهلي وزمالك زمايل انا وانت خلي بالك، بس انا عامل ثلاثه. دخل عمل، بص في ماتش اهلي وزمالك وكسبان 14 جول. فراح قال لي انا تعبان. يا ابني تعبان ليه؟ ما انت كسبان تعبان تعبان. فقلت له طب يلا بينا على المستشفى. روح خلي بالك انا رايح المستشفى عادي عادي يعني. وفجأة قال لك دعامات. دعامات مين يا جماعة؟ ده الواد سليم. انا كنت بلعب. انا كنت بلعب كورة برضه نفس الكلام والله. وخد له دعامتين في السريع يعني. بقول له بصراحة عمل موسم كويس، وهو موسم عنيد،
وموضوع بطوله افريقيا ده موضوع مهم جدا. ايوه لازم اشكره عليه، لان فعلا الموضوع الثالث ده، بص فرق الكونغو والفرق اللعيبه سهل العاج وكل الفرق اللعيبه دي مش فرق سهله، ده تكسبنا يعني تكسب لعيبه مصر بفرق كبير كمان، فرق كبير طبعا، لكن البنات عندها اصرار، البنات كان عندها اصرار، وهو لسه يعني حتى لسه بيتكلم معايا قريب وقال لي انا افريقيا اللي جايه لازم استعد عشان عايز اخش السوبر، وعايزين بنات عندها طموح. بص اكيد احنا مع الطموح، واكيد مع ورا كل فرقه عايزه عندها امكانيات، بس بقول له حاجه مهمه، اتفضل، احنا عندنا افريقيا، احنا محتاجين نكسب مش محتاجين نطلع ثالث، خلي بالك من الكلام ده على الهواء. بس كابتن عادل معانا كده انت يعني ماشي يا كابتن عوضي، ان شاء الله باذن الله، والله يعني طبعا هنفضل ان احنا ناخد البطوله وهنعمل اللي علينا وربنا كريم باذن الله. ما شاء الله عليهم بصراحه، بشكرهم جدا جدا. شكرا جزيلا يا كابتن محمد على وجودك معانا. كابتن محمد عادل المدير الفني لسيدات النادي الاهلي. الحقيقه وزي ما قلت لحضراتكم الكل، الحقيقه احنا بنحاول نجيب الكل على قد ما نقدر علشان يشارك في هذا الانجاز. عندنا مجلس اداره هو اللي بيدور كل هذه الامور، من تحته كابتن خالد العوضي، ومن تحته كل هذه الاجهزه الفنيه وكل اللاعبين وكل النشاط الرياضي. وبالتالي يعني انا طبعا كان نفسي مثلا النهارده يبقى معايا كابتن خطيب في هذه الحلقه طبعا ونرص له طبعا، ولكن طبعاً يعني كابتن خطيب زي ما حضراتكم عارفين يعني كله في وقته ان شاء الله خلال الفتره القادمه.